تمام، كان في بيانكم عديد الأطراف، هذه نقلة نوعية يعني. أنا بالنسبة لي أنا لم تمنح الطرف. ذكرتم ما لا، احنا بينا، احنا اعطينا مهله للسلطة باش توفر لنا المطالب هذه، واذا المره هذه كيف ما تطلب السلطة وما مش باش تمشي معنا في جلب الحاوي في جلب المحك هذه والماتريال هذا، فعندنا باش نعملوا بحول لها ندوه صحفيه وباش نوضحوا فيها الراي العام شنو صاير في جلب في القضيه الفضلات الليل، وشنو اللي قاعد يعطل في يعني في الموضوع. شكون الاطراف هذوما سي فتحي؟ سلطة جهوية أو مركزية؟ بالنسبة للموضوع هذا نقول لك عليه نهار الندوة الصحفية إن شاء الله. يعني إذا كان وافقت لكم السلطة مش باش تعلنوا عنه؟ اللي هو حق المواطن باش يعرف زادة. شوف أختي، احنا توا ما نحبوش باش نكبروا الأشياء وباش نوصلوا معنا، مش غايتنا هذيك. احنا غايتنا مصلحة جلبة قبل كل شيء، ومعنا بوندو حتى بطرف، ومعنا مشكلة حتى بطرف. لكن هذه متعرقل في حل الأزمة. لا، لكن إذا من هنا جمع أخرى ما فماش تحرك جدي وما فماش معنا حلول جدية بالحق، وما فماش معنا حل ذي جدي، خاطر حل ذي ممثل حل ذي معنا سهل وبسيط، حل ذي باش نقلوا البحر هذه باش نجيبوا نحطوا في جرب خلال 48 ساعة نجموا معنا تبدا تشتغل، ما فيهاش معنا حاجة كبيرة ولا حاجة، فهمتي؟ حنا إذا ما فماش هذه وما وصلناش باش نعملوا واحد وقتها من واجبنا احنا كاتحاد صناعة وتجارة وعلى الغضب نتاع منظورينا والاحتقار نتاع الشارع، من واجبنا احنا كمنظمة باش نوضحوا يعني المجتمع المدني والشعب التونسي بصفة عامة شنو قاعد يحصل في جزيرة جربة وشكون الأطراف وراء الشيء هذا. يعني كأنكم هنا تهددوا في السلطات المركزية والجهوية سي فتحي، إذا كان ما نفذتوش مطالبنا باش نكشفوا الأشخاص هذيا والأطراف اللي يتعرق في حل الأزمة في جرب. كيما قلت لك، حنا بالنسبة لنا احنا ما هددناش، ما معنا ما وجهنا حتى تهديد لأي شخص ولا أي مسؤول، لكن احنا قلنا باش نكشف عن الأطراف وعطينا المهلة هذه عطيناها بكل صراحة. تعرف يعني تونس تمر بفترة يعني الانتخابات الرئاسية، والأسبوع هذا يعني الأسبوع بتاع الانتخابات، فاحنا كمنظمة من مسؤوليتنا أن نحافظ على جو الرأي في البلاد وعلى تغيير الأجواء، فهمتي؟ ولهذا خلينا حتى تتعدى الانتخابات، وكبطبيعتنا أعطينا فرصة باش يجيبوا الماتريال هذا، اذا وصلنا الماتريال احنا ما عاد عندنا حتى مشكل، مش لازم باش نحكوا في المواضيع ما عادوش. اما لكن اذا ما وصلتناش الادوات هذه فان مضطرين وقتها، خاطر الحاله ما عادش بصراحه ما عادش نطاق في جربه بكل صراحه، ويعني صمت رهيب، ما فهمتش انا صمت رهيب من السلطه المركزيه من السلطه الجهويه، ما فهمتش انا كيفاش الصمت بكل صراحه ما شي يوسف. سي فتحي باش نركز على النقطة نتاع الصمت الرهيب، كما ذكرت عاشت جزيرة جربة لأول مرة في تاريخها ممكن عديد الإضرابات وعديد الحركات الاحتجاجية قمتم بها أنتم وإلى بقية المجتمع المدني والعديد من التهديدات والإمهالات، لكن إلى اليوم جزيرة جربة معناتها ما عادش يوصل الوضع أكثر من كارثي، مازالت النفايات معناتها متراكمة في كل أنحاء شوارع حومة السوق، شنو الحل؟ علاش اهمال السلطه؟ علاش الدرجه هذه جزيره جربه جزيره سياحيه؟ لا بصراحه التو مستغربين من الصمت الرهيب هذا للسلطه المركزيه والجهويه كانت وحتى المحليه، بكل صراحه وعود خاصه من الوعود، يعني كل مره المتتاليه مسي عبد الرزاق بن خليفه، يعني كل مره باش يطلع لنا بحل وكل مره يطلع لنا بحكايه، مره فما ملثمين ما يخلوش الماء يتعبي، مره هو يعني باش نكشف على طرف، يكشف لي خويا على طرف، اكشف لي على طرف، انت هو قال باش تكشف على طرف ما تعرف، اعطيني شنو الاطراف اللي تعرف، اذا عندك انت الاطراف اللي تقول عليها اكشفها لي. والوعود يزينا من الوعود، راهي هنا جزيره جربه فدينا من الوعود، الاهالي تاع الجزيره فدت من الوعود. لك علاش ممكن ما عندها ثقه؟ راهي مش معقول، كل صراحه مش معقول، مسؤول تاع دوله يجي يخرج اليوم يعطيني وعود في الاسبوع الجاي في الاسبوع الجاي، هذا بكل صراحه ربحنا الوقت وربحوا فيها الحكايه هذه، بكل صراحه ربحوا فيها، ربحوا الوقت، وصلوا الانتخابات التشريعيه عدوها، وصلوا الانتخابات الرئاسيه باش تعدل بحولها بسلامات،
فهذا يكون ربح الوقت وكل قبضة على حساب المجتمع. شكون اللي حب شكون اللي يربح في الوقت وشكون اللي يساعد جزيرة جربة انها تكون هكا سي فتحي؟ شكون المدينة الجزيرة السياحية شكون اللي عندها الطرف هذا والأطراف اللي تحب الجزيرة جربة انها تكون هكا؟ الأطراف اللي بتحبش الخير للجزيرة، ما انت السلطات ولا انت ان شاء الله نرجع ندير نقول لك ديما ان شاء الله في الندوة الصحفية بين وهذا مصر معناتها ان شاء الله. لا طب يحول لك.